من غانا ينقلوا من تونس وجوج ديال الماتشات في المغرب. دونك برافو عليهم، ما عندي ما نسالهم وشكرا. الوداد اللي لعب دمي فينال عام اللي فات غادي يكون عنده ديبلاسمون الى غانا، ديبلاسمون اللي غادي يكون نهار الجمعه في الليل باش يواجهوا فريق قلوب الصنوبر. هذا الفريق اللي الان حسب داكشي اللي كنقراو فكاين لا موتيفاسيون اللي دارت من شخصيات للفريق، كذلك الجماهير اللي غادي يكونوا حاضرين 2000 ديال الجمهور، فريق اللي عنده تاريخ وحمود راه يعرف راه لعب يمكن ضده فينال، فريق اللي سبق اللي دا كذلك عنده فينال، عنده التاريخ، عنده التاريخ، ولكن كان غبار حتى هو ورجع. إذن مني هذا الرجوع ديالو راه شويه خبر ورجع، وعنده قاعده جماهيريه. وي عنده قاعده جماهيريه كبيره. الوداد والرجاء وجميع الفرق كنعرفوا كاين عائق واحد، هو العائق ديال اللائحه القاريه اللي ما فيهاش جميع اللاعبين المنتدبين وجميع اللاعبين اللي كيلعبوا في البطوله. الوداد عندهم مصوفا، هو اللي عندهم في لاتاك مصوفا اللي راه الله كمل مع تنزانيا وغالبا غيدوز من تما لغانا، كذلك ما عندهمش لاعب بنزا، ما عندهمش لاعب تشومو، ما عندهمش لاعب جلال الداودي، والان كيوقعوا لهم مشاكل انه بعد لا بليسور ديال اللاعب الجعدي، فشكون غيلعب في الميليو تيران؟ شكون؟ لانه كاين اكراهات الكارتي اللي مشى، ديال اللاعب جلال داودي اللي ما كاينش في لا ليست، ديال كركاش اللي بليسي، سكوما، سكوما اللي ما عرفناش ليطا ديال الفيزيك ديالو كيفاش كان، ما عمره ما لعب، شفناه في هذا الماتش ودي لعبوا مع الفتح كان حاضر. شكون غادي يلعب بلاصه الجعدي وكيفاش غيكون الميليو تيران ديال فريق الوداد الرياضي، علما ان الميليو اللي لعب به وليد من اللي بدات البطوله هو الجعدي مع الحسوني موراهم اللاعب يحيى جبران، وكان تيخرج الجعدي وتيدخل الكارتي لان الكارتي كان في الشك انه يبقى. شكون في نظركم انتم كيفاش كتشوفوا كيفاش ممكن انه يعوض هاد الغيابات المدرب ديال فريق الوداد الرياضي، وكذلك لاتاك اللي ما عندوش فيه خيارات كثيره اون بوينت باستثناء اللاعب اللي شفناه في البطوله في الماتشات اللي فاتوا هو اللاعب مصوفا سي محمد. اما بالنسبه لي كاين اختيار، كاين خيارات عند 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 الوليد الكركي صراحه، لان كنظن بان كان غيكون الغياب مؤثر ديال الجعدي، ولكن سيغ ميليو تيران كنظن بان يقدر يدير التخريجه، لان هو ما حد الكركي تما باش يدير التخريجه. وتا اللاعبين اللي في الوداد في المستوى كانوا سيرتو في ميليو تيران، حيت كي قلتي انا بالنسبه لي فرانسيس كركاش معت، كركاش معت حتى هو عنده 4 ديال السيمانات فرانسيس، انا كنت كنقول بان لما يكون سكوما على حسب، حتى هو ما عرفناش لا سيتياسيون ديالو، كاين بعض هاد شي حوايج اللي حنا بالنسبه لينا ما غنقدرش نقول لك. حنا عندنا لاعبين اللي كنعرفوهم في الوداد ما كنعرفوهم واش موقفينهم واش كيترينيو ولا ما كيترينيوش، فهمتيني؟ حنا بالنسبه ليا سكوما يقضي الغرض، ما حد ديما فراسيش شنو طاري فهاد لاجاد ما لعب حتى دقيقه في البطوله. شوف لاعب كبير، انا بالنسبه ليا لاعب عنده اكسبيريونس يقدر يخرج راسو في هذوك المقابلات بحال هكا، لان كنعرفوا سكوما كيفاش كيلعب، فهمتيني؟ عنده اكسبيريونس كبيره، ما غاديش يحصل باش تدخل مع الفيكتيف، لان هما اللي خصهم يدخلوا معاه في اللعب ديالو. كنظن بان الركراكي كيعرفوا راه ماشي ما كيعرفوش، الركراكي كنهضر عليه في البدايه العام اللي الله جا قال انا سكوما غادي نعطيه الفرصه ديالو، ولكن علاش ما بانش؟ واش المشكل في سكوما ولا هذا هو الاشكال اللي كيطرح والجماهير كتسول، واش سكوما حتى مع وليد الركراكي نفس المشكل اللي كان مع ولا يدير يبدل السيستم ويدخل عاوتاني مؤيد لافي اللي ما كناش كنشوفه، مؤيد لافي يلعبوا في الميليو تيران عنده سرغات جبران حسوني مؤيد لافي ولا سرغات اللي شفناه سرغات اللي لعبوا في الماتش الاخر ضد المحمديه، فهمتيني؟ انا ما نظنش بان والدي يحصل في الفتش. نشوفوا عز الدين شنو يقول في هذه القضيه، هذه القضيه ديال الغيابات ولاعبين غير مؤهلين بالنسبه لفريق الوداد الرياضي، لان لو كان اللاعب جلال داودي ربما ما كانش غيطرح الاشكال، ولكن داودي جا في الاخر وما كاينش في اللائحه القاريه، شان بزاف لاعبين ديال الرجاء ملي غندوزو نتكلموا على الرجاء حتى هو نفس الشيء. انت واحد الصديق ديال الوداد قال لك انت تقناوتي ياك داري كومار عطية الله العملوج جبران حسوني سكوما مصوفا مترجي اوك ما شنو دار في الميليو تيران؟ راه دار ربعه شكون؟ جبران وحسوني و اوك زعما على حسب ليكسونتري ومترجي دار جوج ديال ليليات تقدر تلعب 4 4 2 فهمتيني تقدر الشيما، ولكن اللاعبين تقدر انك تخرج المقابله ديالك لان مباراه مهمه هذا صديق فهمتيني ماشي عرفت مو تتبع ماشي عز الدين عماره مدرب العالمي ولا شي عز الدين. وي شوف حنا كنا تنقولوا بلا الوداد عندها تقريبا جوج فراقي، راه شفنا شحال من خطره بلا الوداد عندها واحد الفيكتيف كبير،
افكتيمون المشكل اللي وقع لهم دابا سي كو الميليو تيران اللي كاين المشكل فيه انت لي بليسور انت الكارتي اللي مشى بحال اللي قلتي انت سكوما ما عارفينش واني انت لي ماشي كاليفي انت لي ماشي كاليفي فهمتيني واني ما نخافش عليهم باسكو عندهم واحد الفرقه اللي وليد الركراكي يمكن له يخرج منها انا شفت الليبي الورفلي اللافي لا اللافي مع ليكيب ناسيونال تاعو شفتو لاعب ميليو تيران فهمتيني مي دو ميليو تيران بحالو بحال الحسوني باسكو تو لي دو عندهم واحد لافوكاسيون اوفونسيف تكون شويه صعيبه سيرتو اليكستيريور سورتو على الاكتيريور سورتو على جبران اللي يلعب بوحدو تما هذاك الوليد توا بليسي لي فلاكس شكون ابو الفتح ابو الفتح راه كان بليسي كنظن دابا رجع رجع لونطريمون واش راه كوماري يدوز لك الميليو لي بليسور حسب الصريح شفنا العام اللي فات كان دخل واحد اخرى بنزرتي كوماري دخلوا في الميليو ديفونسيف الميليو ديفونسيف حسب الصريح اللي عندنا خاصك تلعب بحال هكا ديال الدكتور انيس شاكو طبيب ديال فريق الوداد الرياضي لي بليسور كاينه في الوداد كاين اللاعب جعدي 8 ديال الاسابيع ويقدر يكون اكثر كركاش 4 الاسابيع وكومارا اللي عنده كسر في الانف ورغم ولكن قال لك ما غاديش يمنعوا انه يلعب هادو هما الغيابات اللي كاينه ناخذوا فاصل لشهر المستمعين الكرام ونرجعوا نواصلوا الحديث على الوداد وعلى الرجاء وعلى بركان وعلى الجيش وناخذوا اتصالات ديالكم mois de septembre, l'aventure continue. La nouvelle saison arrive enfin et votre attente touche à sa fin. Préparez-vous. Ce n'est pas du cinéma. C'est la nouvelle Dacia Sandero Stepway avec ses feux LED, ses jantes aluminium diamanté 16 pouces et motorisation diesel 102 chevaux à partir de 990 dirhams par mois. Venez la découvrir dans tout le réseau Dacia. Offre soumise à condition. N'avance pas sur la route des vacances. Nouveau record d'embouteillage avec 737 km de bouchons cumulés. La 6 en direction des Alpes est complètement à l'arrêt et on note encore des travaux. Red Bull donne des ailes. بطولة كلوب برنامجكم الأسبوعي كل نهار خميس من 9 إلى 10 ونص ديال الليل بطولة كلوب نقاشات جوانب الإدارية والتقنية للأندية الوطنية نقاشات وحوارات مع رؤساء مدربين ولاعبين بالإضافة لآراء وأسئلة جماهير الأندية كل هذا على برنامجكم بطولة كلوب كل خميس من 9 إلى 10 ونص ديال الليل تابعوا بطولة كلوب على راديو مارس مع المغربية للألعاب والرياضة MDGS نربحوا الرياضة الرياضية مرحبا بكم مستمعينا والبداية بالبرنامج ديال مباريات ممثلي المغرب في عصبة أبطال إفريقيا فريق الوداد الرياضي غادي حل ضيف نهار الأحد مع 4 ديال العشية على فريق هارت أوف واك أو فريق قلوب الصنوبر الغاني مع 4 ديال العشية نفس توقيت مباراة فريق الرجاء الرياضي وفريق أويلرز الليبيري هاد المقابلة اللي غادي تلعب على أرضية الملعب الكبير بمدينة مراكش انطلاقا من 4 ديال العشية علاقتنا دائما بالمنافسات الافريقيه وهذه المره مع فريق او مع منافسات كاس الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم فريق النهضه البركانيه غادي يحل ضيف على فريق بن قردان التونسي مع 4:15 ديال العشيه نهار السبت فيما فريق الجيش الملكي غادي يكون في استقبال فريق شبيبات القبيل الجزائري ابتداء من 7 ديال العشيه المقابلات اللي غنكونوا في متابعه ديالهم مباشره على امواج راديو مارس والختام مستمعينا بمباريات الجولة الخامسة من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي في قسمها الثاني واللي غادي تنطلق غدا مع 4:15 ديال العشية فريق الكوكب المراكشي غادي يكون في استقبال المغرب التطواني نفس توقيت مباراة الوداد الفاسي وأولمبيك جيراه المباريات كذلك اللي غنكونوا في متابعة ديالهم مباشرة على أمواج راديو مارس
رجعنا معكم مستمعينا الكرام برنامجكم العلماء ديال مارس مع حمودة خربوش ومع سي الدين عمارة. كنا كنتكلموا على فريق الوداد الرياضي والحظوظ ديالو في هذا المنافسة. سير تشوف هذا الماتش الي روتور اللي حاسم غادي كاليفيك للدور ديال المجموعات وتما تقدر تزيد لاعبين وتما غتبدا المنافسة الحقيقية. اكيد على الورق فريق الوداد الرياضي هو الفريق اللي مرشح باش يدوز، مي ملي كتلعب مع خصم بحال هذا كيبقى دائما لو ريسك حمود او عزدين. وي باسكو انا شفتهم تيلعبوا، مشيت تفرجت في شي ماتشات نتاعهم هاد الفرقه هادي. عندهم واحد الميديو تينا يسون اسي رابيد، عندهم واحد واحد ليلي سور الكوتي غوش واحد النمره 21 اللي تري رابيد حتى هو، تيتيريو من بعيد. مي عندهم دي بروبليم في الظهر ديال لا ديفونس. الحارس حتى هو مزيان، دونك راه واحد الفرقه اللي بون ماشي شي با دي كوستو، ماشي شي فرقه اللي زعما، مي سي دي تكنيسيان فوالا دي تكنيسيان. سي دي تكنيسيان تري بون تكنيسيان. هادي يلعبوا في ديك التيران تاعهم، هادي يلعبوا في اكرا ياك، يلعبوا في اكرا عزيز، هادي يلعبوا في اكرا. جو بونس كو الوداد ما عادش حتى واحد سميتو في الساتيليت بوتيتر، هادي لوتيل قريب للتيران ما بعد شاي، دونك جو بونس هادي يديروا تنظن الى زيرو مزيان في ميليو تيران اللي فيه المشكل شويه الوداد، يمكن لهم يجيو تما بشي نتيجه اللي مزيانه باش هنا يكملوا لو ترافاي. كتبقى حاجه مهمه هو ان الروتور هنا في المغرب، يعني تمشي تحاول تجير الماتش ديالك تما تماركي تما. لاعبين ديال الوداد عندهم خبره كبيره صراحه لا هما ولا المدرب ديالهم في حال المناسبات. كنظن لان باش تخرج من غانا باقل الاضرار، هذا هو لوبجيكتيف الاولاني عند الكريك، لان الروتور عندك هنا عندهم دو بون تكنيسيان حموده. وي وي عندهم دو تري بون تكنيسيان، عرفتي شنو؟ عندهم واحد الدراري اللي تيدرجوا الكره. اي دابا حنا انا بالنسبه لي كنهضروا على الوداد، اما الفريق الغاني راه هادشي راه الخدمه ديال سي الكريكي اللي غايديروا الفيزيوناج ديالو حتى هو مع اللاعبين ديالو، كتبقى في لا كونسونطراسيون وتجيب اقل، تخرج باقل الاضرار من تما. ما نظنش انا حيت كاين دابا كاين كنظن شحال من بليسي في الوداد دابا ثلاثه كاين، ولكن غير الكركاش اللي ماشي تيتولار، حنا غنهضروا على الجعدي اللي كيلعب تيتولار هو اللي كان اون بيس زعما. شوف من التشكيله اللي كيلعب بها رسميه في البطوله، الغيابات اللي غتكون عنده غادي يكون عنده الجعدي، وفي لاطاك مبنزا البيتور اللي ماركي جوج ديال الاهداف واخا كيدخل روبلاسون ما كاينش في اللائحه الافريقيه. انا اول حاجه السؤال اللي بغيت نسولو لك انت سي عزيز، بنزا علاش ما تزادش في لاليست؟ جا معطل حيت اللائحه تسدات نهار 15 حتى او نيفو ديال كان راه تال الرجاء بان كانوا شي لاعبين اللي جاوا ما تزادوش في لاليست ديال كوب دافريك. انا ما فهمتش انا هذا اللاعب اللي جبتو علاش جبتو، ما فهمتش علاش. لا هذا العام كان استثناء لان البطوله كان سالات عندنا معطله، والمركز سولت لافريك ما فراسي ميت عاود لاكاف كانت عطاتنا حتى ل 15 اوت باش نعطيو لا ليست، وحنا الميركاتو راه كان عندنا حتى الاخر ديال شهر 9 وتزاد فيه عاوتاني واحد 9 ايام ولا 10 ايام. واخا ما كاينش حتى هو في اللائحه قبل، حتى هو جا من بعد 15 حتى هو ما كاينش في اللائحه القاريه، وحتى هو من الغيابات المهمه اللي غنتكلموا عليها. لان بنيش القانون ملي كدوز كت عندك حق تزيد من دور المجموعات، دابا عندك هذا الالي روتور غتلعبوا بهذا الفيكشن. اذا الفوجي هذا الماتش فوالا. نعم اسيادي يبو الا يبو جيري لا لي حموده بحال هذا، راه كنقول لك ماتش راه هو فيه 180 دقيقه ولا شوف فين غادي نتيجه المجموع ديال المباريات بجوج هي اللي غتكاليفيك. يبو جيري لا لي باسكو لا لي غادي يكون شويه صعيب، مي بون جو بونس كي بحال اللي قلنا افيك ليفيكتيف و بوتيتر شي طريقه سبيسيال يلقاها كتعيطوا له الركراكي باش بوتيتر يدخل شي ديفونسور في الميليو تيران باش يعاون يكون حتى هو يلعب مع جبران، بتاتر يلعب شي واحد تيلعب اري دروان، ما يلعب شي اكسيال تا هو يلعب كومارا، ما يلعب شي واحد ميليو تيران يجرب به هذا الماتش، سي بوسيبل اوسي. يعني كان كيبقى سرغات هو الاقرب انه يكون حاضر، لان سرغات واحد اللي كان دائما في التشكيله ودخل في الماتش الاخر، دخل في الاخر ديال المباراه كيلعب البوز ديال صعيب، لان كي قال عز الدين خاصك تجري هاد لالي خاصك تجري باش تلعب هنا في المغرب. وعلاش لا تماركي، الا ماركيتي زعما راه
درتي ماتش الا ماركيتي ليه جبتي غير تعادل ليه بواحد واحد ولا جوج جوج غتكون نتيجه ايجابيه. كنظن خصو يجيري الماتش ديالو, ما نظنش بان لاعب واحد اللي كنهضروا عليه دابا الجعدي غيكون مؤثر لهذه الدرجه كامل. دابا عندك الجعدي, انا نقول لك من اللائحه او من التشكيله الرسميه عندك الجعدي وعندك بينيشو وعندك غياب ديال اللاعب مبنزا, هادو لاعبين اللي كانوا في البطوله وكانوا عندهم بلاصه. مبنزا شفنا كيتعتمد عليه حتى 20 مينوت الاخرى كبديل لانه كان كيوجد مصوفا لهذا الماتش. هذا راه مصوفا راه دوز مقابله كبيره مع البينا وقيل الي روتور راه ماركا بيت بطريقه جميله. اذا راه لي اون فورم وكنظن الى دار 4-3-3 كاع بشويه لا دار جبران وحسوني مع سميتو لافي لافي قدامه وعاوتاني ثلاثه في لاطاك مع واحد اللي كيرجع. انا بالنسبه لي مصوفك راه كان سعود وكان حسن كان ماركا في المقابل الاخر. لا راه هو من الاول كيلعبوا علاش كان دائما الوالد الركراكي متمسك انه كيلعب مصوفا لانه كان عارف هو اللاعب اللي عنده في لا ليست ديال لافريك. هو يعزني ما نظنش يلعبهم 4-3-3 في هذا الماتش, ما نظنش تنظن هذه يلعبهم 4 لا هي غادي سبوزيتيف. اما نورمالمون في لي كونسين راه كتعرف تهزتيني في ملي كتكون الكره لي زيكسونتري كيدخلوا كتولي 4-5-1 كاع فهمتيني. لا غير انا كنهضر لك حيت الى حاول ما امكن انه يخطف شي بيت راه باينه, لان ملي كتكون ماشي دائما غاديفوندي ملي كتكون عندك الكره خصك تلعبها سي اس دي باش نزولوا ديك الارقام. تنضم بالله الميليو تيرا هذه عمروه شي شويه. هذه قلت لك راه غتكون 4-5-1 فهمتيني. هذه عطيت شي وحدين شي مهمات اكثر من ديك الشيء اللي تيديروا باش يهبطوا يعاونوا بزاف اكثر من اللي تيديروا في الماتشات الاخرين. ما يبقاوش القدام, ما يبقاوش لا تروازيام بارتي دو تيران, ولا يبداو يهبطوا لا مواتشي دو تيران باش يعاونوا الميليو تيران باسكو عارف راسو بالله لي ريكوبيراتور ما عندوش بزاف. كاين اللي مبليسي, كاين اللي مشى, كاين اللي ما دونك تنظن بالله هادي عمر شويه الميليو تيغان باش يرتاح اون ميم طون لا ديفونس اون ميم طون باش ينطلق من الميليو تيغان يبدا ينطلق من الميليو تيغان اون كونتر اتاك كيما فوالا. بالنسبه لندوزو نتكلموا على الرجاء لعبه هنا الالي هنا والروتور هنا لعبه في مراكش كونتر اويلز ليبيري. الرجاء حتى هي عندنا نفس الاشكال ديال الفريق الوداد الرياضي بالنسبه للائحه وربما هي اكثر من الوداد, لان الا شفنا اللائحه الافريقيه ديال الفريق الرجاء الرياضي غادي نلقاو لاعبين اللي غادروا من بعد ما تداروا في اللائحه اللي كنتكلموا علينا ناح ولا الدويك ولا واتارا. وكاين لاعبين اللي في اللائحه ولكن ما تيلعبوش, ما عمرو ما كونفوكاهم ما لعبهم المدرب الشابي لهما المكعازي وبالهرود. وكاين لاعبين اللي تنتادبوا لا رحيمي ما كانش في اللائحه مشى قبل ما يديروا اللائحه. لاعبين اللي تنتادبوا ولكن ما كاينينش في اللائحه القاريه, كنتكلموا على احداد, كنتكلموا على ساميين, على سيلا, على كوناتي, قال سيرتو المهاجمين. انا كنقول لك حتى دابا قال لك كنظن الحافظي والنهاري مذكور والعرجون. لا العرجون ما غيلعبش علاش؟ لا ما كي هادو كنظن ما كاينينش هاد السيمان. العرجون علاش؟ لانه خد الحمراء في الماتش ديال لا فينال. انا كنقول لك هاد السيمانه ما كاينينش. النهاري كاين في لا ليست ولكن ما كاين, قال حتى هو عنده شي بوبو كيف كنقولوا هنا شي حاجه. الحافظي ما لعبش مع المنتخب الرديف ورجع البارح مع الفريق, ما عرفناش كيفاش داير حتى هو الحاله ديالو. ناخذوا فاصل اشاري ونرجعوا باش نتكلموا على الرجاء في ظل هذه الغيابات حتى هي كيف ممكن انها تجري هذا الماتش. الحقيقه في 90 دقيقه برنامج كيواصل البحث ديالو على الحقيقه اللي بغيت تعرفوا على الرياضه بشكل عام. الحقيقه في 90 دقيقه شنو كاين ما بين الحقيقه والواقع مع عادل العماري. نقاشات مع الضيوف وحتى مع المستمعين عبر الارقام ديالنا المباشره وحتى بالاس ام اس. الحقيقه في 90 دقيقه مع الجامعات, الانديه, المدربين, الحكام ومع كاع الفاعلين في الشان الرياضي. الحقيقه في 90 دقيقه يوميا من الاثنين للجمعه من 5:30 حتى 7 العشيه مباشره على راديو مارس. هذا البرنامج مقدم لكم من طرف بنك اوف افريكا. بنك اوف افريكا, قارتنا مستقبلنا. Niché au beau milieu de Bouskoura et à 5 minutes du quartier de Sidi Maarouf, le Green Sports Park ouvre enfin ses portes pour le plus grand bonheur des Casablancais. De la location des terrains de football, basketball, paddle, à l'école de foot pour les plus jeunes et une superbe salle de fitness ainsi qu'un spa de luxe et un restaurant surplombant le complexe de ses nombreux terrains de jeu et de ses pelouses verdoyantes. Nous vous invitons à contacter le standard pour toute info et réservation au 06 61 907 277 06 61 907 277.
لولا مدمارس مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. اندي جي اس نربح الرياضة. كنتكلموا على الرجاء والماتش ديالها مع اويلرز الليبيري في ظل هذه الغيابات، واش الرجاء نقدروا نقولوا بان المهمه ديالها ربما اسهل من فريق الوداد الرياضي بحكم قيمه الخصم، وكذلك بانك عندك افونتاج انك تلعب الماتش ديال الاهلي في مراكش والروتور في مدينه الدار البيضاء حموده؟ شوف انا مازلت نقول الفروق الكبيره خصها فهاد الظرفيه انا تبان بانها كبيره، ماشي غير فارق كبير هكا. كان بالنسبه لي الرجاء ولا الوداد ولا بركان ولا ليفار بمن حاضر، عندك ماتش اجيري خاصك تسوقر فيه لا كاليفيكاسيون صافي. انا بالنسبه لي اللي غادي يكون سير تيران يدير الخدمه ديالو كوم الفو باش تقدر تخرج المقابله ديالك، وحتى او نيفو دي زونترينور اللاعب راه غيعطي الدور ديالو، ولكن المدرب راه هو كنظن بان لا الرجاء لا الوداد كنظن بان كانوا زعما عندهم لاعبين في ليكيب ناسيونال اللي ما قدروش انه يستعدوا في الظرفيه مع الفرق ديالهم حتى هي، ولكن لاعب محترف فهمتيني ولاعب في ليكيب ناسيونال ماشي 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 بحال اللاعب اللي كيبان لك ما خاصك تزيد تخدم معاه. انا نورمالمون بحال دابا تي جبران ولا حفيظي واخا يغيب عليك واحد الشهر كاع وغادي تجي تدخلوا مع الفيكسيف ديالكم مع الجروب ديالكم، ما خاصكش تسنى يتاقلم معاه ثاني ولا شي حوايج اللي خاصك تزيد تخدموا معاه. كنظن مقابله اللي بالنسبه للفرق كاملين باش تخرج لا كاليفيكاسيون. شنو الغياب المؤثر اللي يقدر يكون ديال الفريق الرجاء الرياضي؟ انا شغنقول لك بالنسبه ليا او نيفو ديال لي لاتيرو شويه، لان الا ما كانش مذكور كان شويه كاين عمر، ولكن كنقلبوا على فهاد المقابلات كنقلبوا اللاعبين اللي تكون عندهم الجاهزيه. الاطاك ما عندكش خوف الغياب ديال الحداد والغياب كاين ديال كوياطي اللي كيكون رومبلاسون ديالو؟ شكون في نظرك ممكن انه ياخذ هذا البوست؟ شويه صعيب يعني الرجاء الا شفنا التشكيله كنلقاو في الميليو تاعنا عكس الوداد عندهم خيارات، ولكن في الاطاك كاين الخيارات محدوده. باش رحيمي الحسين يقدر يكون حل من الحلول، باقي كنظن حتى هو بليس يعني شي بليس هو في يده باقي ما رجعش باقي ما عرفتش انا حتى داو الاشكالات ما عندناش معلومات كثيره عليهم، لان حتى لا كيقلت هضره قبيله الوداد كاينش دي كومينيكي باش نعرفوا هاد اللاعب واش بليسي واش فهمتيني. ما على حسب اللي عندي الاخبار اللي عندنا راح يرجع كيتريني مع المجموعه رجع مع المجموعه، والغياب اللي كاين هو الغياب ديال اللاعبين اللي ما كاينينش في اللائحه الافريقيه نتعرفوهم احداد كوياطي حركاز هادو اللي تم الاستقطاب ديالهم سيلا وساميين واخا مازال ما شفناش، كذلك العرجون اللي عنده حمراء في الماتش ديال الفينال ما يكونش حاضر، ولكن العرجون راه مازال ما شفناش هذا العام، شفنا الزريده مع الوردي مع محافظي هادو هما اللي عرجون ديجا كي قلتي راه عنده سانكسيون بدا ديجا عنده سانكسيون ما يكونش حاضر واخا كاع يكون واجد. ملي كديري اطلاله على اللائحه ديال الرجاء كتلقى فيها بزاف العناصر ديال الشباب اللي ما كاينينش اللي ما شفناهمش هاد العام، هذا عندهم زنيتي وعندهم الحداوي وعندهم ياسين هادو التريو ديال الغارديان بيوت جبيره سكحه سبول مذكور بوطيب ناعيم واتارا اللي مشى شبود اللي ما عمرنا شفناه دويك اللي مشى الحداد كذلك الهدهودي الناهيري وكذلك اللاعب الخطيبي مازال ما شفناش حتى هو هذا اللاعب هذا بولهرود اللي ما عارفينش شنو المصير ديالو مع المدرب هذا العام لا هو لا مكحازي هذوك الوليد اللي جا من برنوسي تاهما ما كاليفيش هذاك ماشي كاليفي كاع كاين نقومة كاين زريده متولي الوردي مشتاني حفيظي مكحازي هبطي فرح كذلك رحيمي الحسين بن حليب عميله وناناه اللي ما بقاش يعني بزاف اللاعبين اللي الشبان تم اقحامهم في اللائحه القاريه ولكن ما كاينينش مع المجموعه ما شفناهمش البطوله الاحترافيه. وملي غادي نشوفوا الخيارات اللي كاينه في خط الهجوم فكنلقاو بن حليب كنلقاو متولي كنلقاو اللاعب الهبطي وفرح اللاعب اللي شفناه قليل فشفناه هذو هما الخيارات تقريبا اللي كاينه في خط الهجوم يعني عكس الوداد الرجاء في الهجوم اللي ما عندهمش خيارات كثيره. شو كيبقى انا بالنسبه ليا
هادشي كيبقاو كي قلتي نتايا شي حوايج اللي ميم اللي ميم مزيانش بصل الفريق اما في مقابل في 90 دقيقه بالنسبه للشي نعاودو نقولو كيفاش جيري علي روجر كنقولو خاصك تخرج شنو نقولو حنا عندنا هادشي ما نلعبوش نو سير تيران غير كيكون لابليكاسيون ديال اللعاب كونسونطراسيون نهار حطيتي اللائحه راك عارف راسك غتلعب بهاد اللعيبه صافي صافي لان هادوك كنقولو كيكون عوامل اللي خارجه عليك ما تقدر زعما تقدر تعيقك اما بالنسبه لي نهار المقابله راه خاصك توجد راسك اي واحد حطيتيه في اللائحه يعني راك ناوي تعتمد ماتش خاصك دوز ماتش كاليفيكاتيف والرجاء يعني داكشي اللي عاشت العام اللي فات ما عندك فين تعوض كيف تنقول ما عندك فين تعوض تجربه عاشت العام اللي فات مع تونغي ما خاصش تعاودها والجمهور ما يقبلش انها تعاود عز الدين راكم قلتوا كل شيء صافي كل شيء وعدك كل شيء ناضي ياك كل شيء قلنا كل شيء قلتوا ربما اقوى مواجهه غتكون عند الفرق ديالنا في المنافسات القاريه هي ديال الجيش الملكي ملي كتغيب مده طويله كترجع كتعرف راسك انك تلعب مع كاليبر كبير وطهفك الفيناليست ديال العام اللي فات لا تبر كان عندنا مقابل خير بين قردان ماشي بالخبره اللي عند الفريق الجزائري شبيبه القبائل نخليو عز الدين يهضر شويه لنا عز الدين كيفاش كتشوف الحظوظ ديال الجيش الملكي الجيش الملكي شفناه هذا العام شفناه قاريا وشفناه في البطوله عنده ماتش مع الفريق اللي لعب لا فينال العام اللي فات فريق شبيبه القبيل الفريق اللي حافظ على لوساتور ديالو الفريق اللي معول يمشي بعيد واش الجيش الملكي بالمستوى اللي شفناها عندهم حظوظ في هذه المواجهه علما انه معكس الوداد والرجاء غيلعبوا ا دوميسيل وابري غادي يمشيو يديبلاصاو للجزائر وي بون جو بونس كو الجيش الملكي من بعد لي دو بروميي ماتش نتاع هاد الشامبيون مع سوالم اي جوست ابخي ولاو ماشيين فواحد الطريق زعما اللي بشويه بشويه ولا عندهم النتائج جايين معاهم وتنظن بعد الماتش هذا غادي يكون عندهم صعيب افيكتيفمون ولاني سوغ ان ماتش الي روتور عندهم الامكانيات باش يدوزوا الجيش الملكي اللاعبين اللي انتدبتهم كاينين في اللائحه القاريه باستثناء جوج هما خافي ولاعب اتشاباو اللي عندهم في الهجوم عندهم اللاعب الكاميروني اريانا اللي كانوا جابوه بداو به الماتشات الاولين ولكن بان انه ما قنعش المدرب ودخل خافي في الماتشات اللي من وراهم دابا عنده جوج الحلول عنده خافي وعنده اللاعب ديال فريق الجيش الملكي اللي كان بريطي الفريق استاد مغربي وراه كان لعب الماتشات الاولين نتذكر السميه ديالو هادو هما الجوج اللي عنده اللاعب خافي دغيا خذا البلاصه ديالو خافي لانه كان كيلعب في فريق المولوديه الوجديه وكان رسمي وكان بيتور ملي جا خد دغيا الرسميه ديالو واتشاباو كيلعب رون بلاصو ديالو الان اريانا هو الخيار اللي عنده في الخط الهجوم الجيش الملكي فريق اللي كما قلت غاب مدة طويلة ملي كتغيب مدة طويلة كتلعب مع الفرق الكبار وباش ترجع ودير سميتك خاصك تربح الفرق الكبار الجيش الملكي واش الروتور على الاكستيريور غيكون صعب عليهم مأمورية يعني خصهم هنا في هذا الماتش هذا يقضيو الغرض وي انا قلت لك المقابلات كاع اللي كندوزو حنا ما شمال الافريقية كتكون صعيبة لا بالنسبه لتا الكبار كان مع الفريق التونسي كنعرفوا بان هاد من بكري لا فرق مغربيه مع تونسيه ولا جزائريه كتكون مقابلات اللي كتكون فيها النديه كنظن اللي مقابله صعيبه عليه بزاف تقريبا انا بالنسبه لي كي قلت انت هو لي فار لان لا لاعب مع فيناليست ديال لاكاف العام اللي فات مع لا مع مع فريق اللي تغير لان باعوا اللعابه هذوك الجي اس كا باعوا جايبين اونترينور اللي كنظن كان في المغرب سميتو واحد اونترينور فرنساوي كان تا واخدم في المغرب الا ما خفت ما خاتنيش الذاكره انا غادي نعطيك السميه ديالو ومقابله اللي كي قلتي صعيبه بالنسبه لي فار كاينين لاعبين اللي كنظن بان ما عندهمش الغيابات ولكن لاعبين اللي متالقين سيرتو الوليد الخلوي اللي كيدير لا ديفيرونس والعوده ديال سليم اللي غيكون بري في هذا الماتش الا دخلناه دوني لافان ديال الفريق المغرب الرياضي الفاسي سابقا دوني لافان هو المدرب اللي كان معاهم العام اللي فات قلت لك انا حتى مدرب كيعرف زعما الكره المغربيه انا بالنسبه لي عاوتاني غنهضر على لي فار اكثر لان الجي اس كا كي قلتي دبروا راسهم حنا بالنسبه لنا اللي كيهمنا هو لي فار الفريق ديالنا هو الفريق ديالنا لي فار انا بالنسبه لي المقابله خصو يزيد يتالق فيها لان الجمهور ديالو ما يقدرش انه المقابله هي حاسمه
ما يقدرش انا يخرج هكاك خارج ويفوز غير هما لا ليست عندهم المدرب فاندربروك فهو خدم على هذه القضيه ديال هذا انه يجيب لعابه قبل من اللائحه الافريقيه ما تسد اغلبيه اللاعبين اللي جابهم كان ماشي اسطنبولي كان دولي لافان هو اللي كان لا هذا العام كاين اسطنبولي تأكد السي عزيز نتأكد واش غيروا المدرب هذا العام السي عزيز تأكد الله يجزك بخير صافي حفظ جزء الدروس اسطنبولي راه كان في الجيش الملكي اسطنبولي كنظن هو المدرب ديال الجيسكا اللي كيعرف البطولة وكيعرف بزاف د الحوايج الخافي كتهضر على اللاعب خافي خافي شوف عقل عليه مزيان انا مازال تنقولها ما حدو كيلعب وغيزيد يتألق شفناه مع 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 الخميسات شفناه مع دوني لافان مشى ليسمى ديال الله وجا اسطنبول هو الاسطنبولي هو اللي جا تولى الله يجازيك بخير تبقى معك مشى ليسمى كاين سميتو كان كنت كان خافي كان من اللاعبين اللي كان في الاتحاد البيضاوي الاتحاد البيضاوي مشى الخميسات مشى الخميسات تألق خدا بيتور عاوتاني من الخميسات مشينا لوجده عاوتاني كان بيتور ديال الفريق ديال ام سي او جابوه عن اقتناء اقتنع به لونغرينر وشفناه بين المقابلات الاولى كان كيجلسوا ولكن بدا كيعطيه الثقه لاعب اللي كنعرفوه تبارك الله جاباري صحيح وشفنا حتى مع 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 الشان كان مع مني كان اللاعب اللي كيعتمدوا عليه حتى المنتاس سي عموته لاعبين في المستوى لا كانوا حريمات ولاعبين كي قلت لك اون فورم كنظن بان يقدروا يتغلبوا على الفريق الجزائري نهضة بركان بعد الانتصار ديالهم الاول في البطوله مباشره غادي يلعبوا المنافسه ديال كاس الكونفدراليه الافريقيه اللي سمحوا من الفرق المتمرسه فيها دائما تيلعبوا دور مجموعات ولعبوا الفينال ولعبوا كذلك ربع النهائي ولعبوا كذلك بزاف ديال الادوار بتغييرات كثيره فريق نهضة بركان في مواجهه فريق اتحاد بن قردان التونسي فريق ما عندوش خبره قاريه كبيره ولكن دائما المواجهات مع الفرق التونسيه بينات لنا انه كتكون صعيبه كيفاش كتشوف واش ايبينكي بالخبره ديالو بركان بالتركيبه الجديده ديالها ممكن انها ترجع وتمشي بعيد في هذه المنافسه اللي غادرتها من دور المجموعات العام اللي فات عز الدين وي بون هما لاعبين مع فرقه اللي كوميم كلاسيا تروازيام شامبيون ديال تونس عندها لا ميور اتاك ديال البطوله نتاعهم ماركاو شي 46 بيت ما تي اونكيساو بحالهم بحال شي 26 بيت جو بونس كو المشكل اللي غادي يكون عند بركان هي ملي غادي يمشيو يلعبوا عندهم سوغ ان تيغان سانتيتيك وعندهم واحد النمره 10 تخي بون جوار هادشي اللي كيفاش تلعب بركان تما هاد الفرقه راه تلعب مزيان اتونسيون تنقول لهم اتونسيون راه ما تيلعبوا مزيان الا مكلاسين تروازيام في الشامبيونات ديال تونس راه مكلاسين بحال الجيش الملكي اللي حتى هي مكلاسيا تروازيام في الشامبيونات تاعنا تنقول لهم اتونسيون الماتش هنا خصو يكون بواحد النتيجه كبيره باش يمشيو تما يكون لا راه لاعبين لهي راه دابا راهم في السماء راهم في الطياره عز الدين راه غادي للمونستير الوغ خصهم يديروا مقابله كبيره تما باش ملي يجيو لهنا يكونوا ان بو بلوز اليز مي تما راه غادي يلعبوا واحد الماتش صعيب غادي وانا كنظن كي قلتي الارتيفيسيال غادي كياثر ولكن ما بقاش لان شعرفنا دابا لو سونتر ديال السعيديه راه كاع لا ما غيلعبوش الارتيفيسيال غيلعبوا في المونستير لحقاش التيران ديال بن قردان ما قبلاتوش ماشي هومولوجي وكنظن حتى التيران ديال الوداد اللي غتلعب في الوداد ولكن واش تومولوغا لا انا سمعت بان راه ما لي با هومولوجي لا تومولوغا الوداد غيلعبوا تما مي فريق بن قردان غيلعب في المونستير وطائره خاصه من الصباح موجوده راه غاده في اتجاه المونستير ديريكت هما غيلعبوا تمايا يوم السبت مع 4:30 وغادي يرجعوا والله العظيم الا الكره تبدلات بالنسبه للمخير كاع كاين مزيان تحسنت الامور شفتوا دابا مع القرارات ديال لاكاف تيران ماشي هومولوجي ما تلعبش فيه ومن غير تيران ماشي هومولوجي دابا خلي الطائره الخاصه طائره خاصه راه ما تمشيش تهبط لفرنسا عاد تهبط بزاف الحوايج اللي الوداد غدا في طائره خاصه ديال اللي كتضرب فيه 15 16 ساعه فهمتيني عند دوزتهم ديال ليسكال في اسيا وترجع لافريقيا عاوتاني الكونفور دابا كاين نورمالمون خاص غير لا كونسونتراسيون والحوايج الاخرى اللي كنهضروا فيها هي الماده فهمتيني واللاعب خاصو يؤدي ما بقاش عندك باش تقول لي لا رانا 18 ساعه ولا 15 ساعه للعيا كنا كنمشيو في الطائره العسكريه خاصك تهبط دير الكيروزون عاد ترجع تطلع فهمتيني هادشي
الامور راه ولات مزيانه بالنسبه لي ديبلاسمون. الجامعه كتعاون حتى هي في هذه الامور هذه ديال لي ديبلاسمون ديال الفراقي، كتساعد باش ياخذوا طائرات خاصه باش يرجعوا يلعبوا البطوله وسط الاسبوع ويرجعوا يلعبوا الروتور في نهايه الاسبوع. دونك هذه امور ولات واضحه، وحتى اللاعبين دابا دخلوها للدماغ ديالهم، راه غادي نمشي نلعب وغنجي نلعب، ولكن راني غادي في طائره خاصه وجاي في طائره خاصه. غناخذوا فاصل اشهاري مستمعينا الكرام، غادي نرجعوا باش نتكلموا على ونتكل ناخذ البرونوستيك الماتش ديال فريق اقولها الوداد مع فريق الغاني فريق قلوب صنوبر. ناخذ البرونوستيك ديالو وناخذ فاصل اشهاري وغادي نرجعوا باش نفتحوا الخطوط ديالنا للمستمعين حتى هما يهضروا معنا على هاد الفرق ديالنا اللي غتشارك في منافسه القاريه والحظوظ ديال كل واحد. كوتي سبور تقدم لكم فيش الويكاد هارتس اوف اوك ويداد واد يقدر يزورن ان تشامبيونز ليغ افريقيا لتربوت نخل ويداد الرياضي رتمو الدوس غانا باش تمقير دون مغور غانا هارتس اوف اوك. الوداد اسمون تجربه بهريستو همان تشامبيونز ليغ اللي غير كما الدور نصف النهايه خكراتيكا الكرانين اسكواساد تربوت الوداد رتبدو تربوت هارتس اوف اوك غانا اللي سجل ضغط دوس سايسن افريقيا اللي غورت حاضر اسكواسناد. نقطة رهان مقدمة لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة، المساند الأول للرياضة المغربية. MDGS نربح الرياضة. مع عروض اتصالات المغرب سخاوة بلا حدود، لايكي بارتاجي وبقى ديما كونيكتي مع باس نجمة 3 20 درهم كتعطيك 2 جيجا ديال كونيكسيون صالحة لمدة 7 أيام. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.iam.ma. Choisir l'université privée de Fès, c'est opter pour la voie d'excellence. Choisir l'UPF, c'est réussir dans des filières reconnues par l'État de la Faculté des sciences de l'ingénieur, de l'École supérieure des métiers de l'architecture et du bâtiment et de la Fès Business School. Choisir l'UPF, c'est bénéficier de plusieurs parcours d'échange en Europe, en Asie et en Amérique latine. Connectez-vous vite sur www.upf.ac.ma ou appelez-nous sur 05 35 610 320. Votre avenir commence avec l'UPF. انتم من محبين ريال مدريد، عندكم شغف وفضول ورغبه في معرفه اخر اخبار نادي الملك الاسباني، ما غتغلطوش في العنوان. العنوان الصحيح هو راديو مارس، والمكان هو برنامج كافي ريال. تلقوا معه كل أربع من 9 إلى 10:30 ديال الليل. تابعوا كافي ريال على راديو مارس مع المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة. واس تليفونك جو الغادي فرحان تحلى الدنيا في عيني. مع جوال نجمة زوج تواصلوا كيف ما بغيتوا بجميع التعبئات ابتداء من 5 دراهم. مثلا على كل تعبئه 10 دراهم استفدوا من 50 دقيقه من المكالمات بالاضافه ل 60 ميجا انترنت صالحه لمده 7 ايام. للمزيد من المعلومات زوروا موقع iam.ma. اتصالات المغرب عالم جديد يناديكم. جات الفرصة باش غادي ناخذوا المكالمات ديال المستمعين ديالنا الكرام عبر الرقم 0522 226 226. غادي نتكلموا على الفرق الوطنية في المنافسات القارية، ولكن في الأوف جبدنا واحد الفيديوهات اللي شفناهم ديال اللاعبين
اللي سبقوه عطاه ولكن ما عرفوش يشريو لا كارير ديالهم. شفنا الفيديو ديال عبد الله الهوا لاعب سابق ديال الفريق الجيش الملكي والجديده وبركان بصراحة فيديو كيألم قبل منه. وكنا شفنا الفيديو ديال يونس الزروق، مجموعه من الحالات اللي خاصه تدرس باش ما تعاودش مع لاعبين اللي كيمارسوا حاليا، لاعبين اللي كيلعب في المنتخبات الوطنيه الفئات السنيه لعبوا فرق كبار، ولكن الحاله اللي كنشوفوهم عليها الان صعيبه صعيبه شويه. انت كلاعب ديال الكره حموده وعشرة هاد اللاعبين صعيبه انك تشوف هاد شوف الله يحسن لون وكاين اخطاء داروا نكونوا واضحين، ولكن ملي الانسان يخطا راه ما احنا كنهضر على انسانيه، احنا من غير هاد الشيء كامل اللي اخطا تتحمل ما عندناش سياسه الاعتراف في الفراقي. كونوا واضحين، كون خايب كون زوين كون المهم، سياسه الاعتراف هي ان نعترف بهذاك اللاعب ونقدر نقدم ليه شي حاجه اللي بسيطه الا عاونته هو نفسه. وشوف انا بالنسبه لي كاين كنقول الله يسر باش نكونوا واضحين، ولكن انا غادي خصني انا ندير انا فور نعاون الفريق حتى هو يعاون، تيقول لك لا راه عاونته المره الاولى المره الثانيه، ولكن حاول ما كان تحاول حنا تنقولوا تشوف لي الحاجه اللي غتنفعوا الصحه ديالو فهمتيني، نقدر ندخلوا للمراكز راك عارف شنو كاين، ولكن باش انا نجي نعطيك انا الفلوس ليش؟ زعما غتمشي الفلوس ملي غادي تدوز واحد شهور ولا حاجه غادي نعاود نهضروا مع ذاك المسؤول عافاك لا ما شوف كيفاش دير لي راك يلا يلا كان عندي يلا هذه راه كتعاود شي حل باش هذا الانسان هذا مابقاش يحتاج عاوتاني يخرج ويقول انا راه ما عنديش فوالا هادشي اللي كاين كتلقى كتشوف لي الوضعيه ديالو اصاحبي راه ماشي دابا راه كنعرفوا بان كاين بزاف الحوايج اللي تقدر دير اللاعب اللي قدر عطى الفريق ولكن لا سيتياسيون ديالو ما كاين ما زعما كنقول لك ما مزياناش حاول تعاونو ماشي ماديا، حنا كنسمعوا العوين راه صافي العوين هو الفلوس فهمتيني، كاين مسائل اخرى الاجتماعيه تقدر تشوف ليهم شي كنقول لك طبيب نفسي تقدر تشوف ليه بزاف الحوايج باش تقدر تخرجوا من هذيك المأساة اللي عايش فيها، ماشي قاضي اللي كتسمع دابا الفلوس لا المادة لا الفلوس والله يديك السياج دونك يقول لك تاهما راه خارجين غير باش يقولوا اننا خاصنا الفلوس ماشي باش اننا تعاونونا ولا كاين اللي تيقول لك راه خارج باغي الفلوس كتقول تقدر تدخل ودير ليه دي فورماسيون ودير ليه بزاف الحوايج دير ليه ندمجوا الا كان مساعد تدمج فوالا خاصك تدمجوا هذه كلمه زوينه قلتي لي انا حيت حنا دائما كنسمعوا على وين كتسمع تمشي نيشان لدماغك لا راه مشينا نمشوا عندهم ندقوا عليه نعطيوه جوا صافي وكتخرج كتنساه عاوتاني هذاك اللاعب القديم كتنساه راه داك الجوا سالا ليه في نهارو كاع نقدروا نديروا لهم فورماسيون كاين اكاديميات بريفي دابا كاين بزاف ديال لي زيكول ديال الكره اللي يقدر يمشي يخدم فيهم ويقدر يعيش بكرامه ماشي نقولوا يعيش بكرامه وما بقاش يحتاج راه ماشي كنقولوا المسؤول كاين شي ماشي زعما ماشي مسؤولين ملي كتمشي تدق عليه كيجي تي هو الفكر ديالو كيجيك تيقول لك عطيني لا سيتياسيون ما تعطيكش تقولش عطيني لا سيتياسيون تيجي تيجبد لك الجوا ويدير فيه شي بركه ويقول لك ديها لي فهمتيني انا بالنسبه لي ماشي عوين هذا سين نحاول نشوف لونتوراج ديالو نحاول نقاد ليه خاصو فورماسيون نحاول ما يمكن نوركو عليه واخا يكون هو كيقول انا ما قادش ولكن نوركو عليه نديرو ليه فورماسيون ندمجوه طبيب نفسي بزاف د الحوايج كتجي احسن تقلب ليه على الصحه ديالو قبل ما تقلب ليه على جيبو اكيد كاين جاني ميساج يقول لي كاين لاعب اخر حالته مزريه جدا وسي لاعب جمعيه سلا بغيتي نعطيك الاسماء راه ما يمكنش بزاف ما كايلاش نقاومو فهمتيني انا كنقول لك سياسه الاعتراف تام ونيفو ديال اللي عنده نقدر حنا نقول لك اللي عنده يا مات كانت البيبليك ولا شي حاجه ما كيصيفطوش لك تبي باش تفرج مقابله اللي مهمه لاعب قديم وعطى الفريق وعطى كل شيء ملي كتمشي ديال التيران باش تدخل تيحبسوك السيكوريتي تيقول لك شكون انت انا نسى العوين دابا نسى انا كنهضر معاك على حوايج اللي بسيطه انا كاين مقابله كبيره ديال الفريق ديالك مع نصف نهائي ولا نهائي كتبغي تمشي تدخل تفرج تيحبسوك في الباب بلا ما عندكش انفيتاس ما خاصكش تمشي بلا انفيتاس خاص تكون عندك خاص ديجا يكونوا ما فكروا في اللاعبين خاصو هو في كل ماتش راه ما فيها عيب اصاحبي كدير واحد البلاصه ديال لي زاك جوور ديال اللعابه اللي دازوا عندك ديال بحال كاين بلاصه ديال لي زاديرون هذوك كاينين ولكن بلاصه ديال لي زاك جوور ما عندكش ما يمكنش انا بالنسبه لي كنظرك غير باش تفرج ماشي باش يعاونوك لا باش تفرج كتدخل كيحبسوك السيكوريتي تيقول لك شكون انت الكارت ديال لاديرون دير كارت ديال ليك جوور وي سي اس دي اسي عزيز انا بغيت نعرف دابا هاد الفرقه اللي غادي تكلف جوور اين فرقه تكلف بها واش اللي سينيا مع عامين ومشى اما الاخرى اللي سينيا مع عام ومشى والاخرى اللي مشى عاود ليها وحده انا كنهضر على الفريق الام دابا هاد 10 سنين
لا واش حنا فريق الام انت تلعب مع عامين تمشي بحال بقات سرافه في المغرب خلاص دابا حنا غندخل معاك شي بوليميك اخرى يعني صافي دابا صافي صافي سولوني عز الدين على اللاعب ديال سلا قال لي راه تيعرفوا عز الدين مزيان اللاعب السي قال لي تاهو تيعيش حاله مزريه وي ما سانسيرمون ما عنديش خبر على هادشي وي ندوزو ناخذ المستمعين ديالنا الكرام لان هذا موضوع فيه بزاف ما يتقال بزاف ما يتقال ومازال نرجعوا ليه لان كل مره كتبان لنا حاله كيبقى فينا الحال حنا كمتتبعين كنكونوا شفنا هذاك اللاعب انا قلت لك ملي دزنا هنا اللاعب انا كيبقى فيا الحال نقول لك نكون معك واضح فهمتيني راه ما يمكنش اصاحبي انا كتشوف في اوروبا كيجي يجي اللاعب يدخل الفار يدخل ماشي راه يجي للتيران يدير زونترينمون ولا شي حاجه كيجي كيتفرج مقابله اللي هو باغي يتفرج وما كتلقاش كاع انت فين كاين قال بلاصه لي زاديرون كاينه البيبليك هنا كيادي هذاك خاصو يكون ضروري ولكن انت اكس جوار ملي كتجي كتلقى سيكوريتي حابسين في الباب يقول لك شكون انت ولا خاصنا ورقه باش تدخل التيران ولا هذا ولا هذاك في خبارك راه ماشي غير راه سول الفرق كاملين في المغرب قليل اللي دايرين واحد لدرجه ان لي زيكس جوار بقاش كيبغيو يمشيو للتيران كارت ديال لي زيكس جوار وهذيك كتكون اومولوجي باش تدخل بها للتيران كيعقل عطوك كارطه ديال اكس جوار وكاين ما تدخلش بها للتيران فهمتيني سي محمد من اكادير اول مكالمه خلال حلقات اليوم هذا الميكس محمد السلام عليكم خي عزيز وعليكم السلام ورحمه الله عزيز الله يبارك فيك اخويا تحيه لخويا الدين عمر وخويا محمد خرفوش مرحبا اخويا تفضل النقاط ديالي غادي نهضر لكم على الوداد بيضاوي الفريق الفريق كبير وخاصه ما يتفش بهاد الغيابات اللي كاينين دابا ونهضر لك على الفريق ديالي كما لكن خاصو يقدم شي اداء ممتاز هنا في مدينه الرباط باش يخول ليه باش يخوض المقابله ديالو في الجزائر داكشي اللي كاين لان ندور روتور صعيب والجزائر كيحضر الجمهور دونك ما غاتكونش الامور سهله التيران ديالو كنعرفوا كيفاش داير الارتيفيسيال الجمهور قريب ليه دونك هنا خاصو يحاول يدير نتيجه ايجابيه. نتفق معك عزيز بالنسبه لنهضه بركان نهضه بركان حنا عارفين نهضه بركان عندها شخصيه عندها تقدر تقدم شي نتيجه ايجابيه هناك في المونستير ثاني. عندها لافونتاج انها ما لعباش في بن كردان غتلعب في المونستير. ايه وبالنسبه للفريق الرجاء البيضاوي حتى هو الغيابات ديالو باش لكن فريق الرجاء البيضاوي فريق كبير يقدر يدير شي نتيجه ايجابيه وعنده الحظ لانه كيلعب في مدينه مراكش ما مشاش عند الفريق اللي بيري. يعني كيبان لك بان الحظوظ ديال ثلاثه الفراقي وافره والجيش غتكون عنده مباراه صعيبه. الجيش اللي عنده مباراه صعيبه فقط بالنسبه للفراقي كاملين عندهم مباراه نقدروا نقولوا ماشي سهله ولكن يقدروا يقدموا شي نتيجه ايجابيه. تحيه لك اخويا سي محمد شكرا كنت معنا من اكادير رشيد من الدار البيضاء سي رشيد قطع عليه الخط بدوي من الاسبان سي بدوي اهلا وسهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله تحيه رياضيه ليك والاستعماره الرجل المحبوب خارج الوطن وداخل الوطن والسي خربوش الغني عن التعريف الله يبارك فيك سي بدوي اولا شكرا السي عزيز سي السي عزيز بالنسبه للفرق الوطنيه كنتمنى لهم ان شاء الله نتائج ايجابيه وما كنخافوش على الفرق الوطنيه لحقاش كلهم عندهم تجارب عندهم تجارب في الميدان القاري بالنسبه للجيش الملكي ما كنخافش على الجيش الملكي لحقاش هذه القبائل الفرقه اللي كتلعب الكره الفرقه اللي كتلعب الكره ما كتلعب لا خشونه لا حتى شي حاجه ما تخافش على الجيش الجيش فرقه اللي واقفه وكتوقف في الميدان مزيان وخير دليل ملي كتلعب مع الرجاء ولا كتلعب مع الوداد ديما كدير نتائج مزيانه لا ديفونس نتاع شبيبات القبائل اللي شتا شحال من مقابله لا ديفونس عندهم شويه نقطه وعندهم لي زيسباس بين الميديو بين لاطاك وحتى لا ديفونس ديالهم ما كانش في الفينال مع الرجاء البيضاوي كنا غادي ننتصر بواحد سته الاهداف ولا سبعه الاهداف اللي كان ما ضيعناهمش قبل ما يسجلوا هما الهدف ديالهم كانوا فراغات بزاف بنادم ما نعطيوش واحد الهاله هذه المقابله والمقابله بالنسبه للمقابله نتاع الروتور اللي غادي نلعبوها في شبيبات القبائل الجمهور راه كيعرف سي خربوش الجمهور ما عنده ما يدير ليك الجمهور ما غاديش يهبط ويكتفلك رجليك الجمهور كيشجع ما غاديش يدير الضغط كما بحال الضربه كاين 90000 ولا 100000 فغادي يكونوا الا كانوا غادي يكونوا 15 ولا 20 ولكن لا شوف انا متفقش معاك كاين عندهم تيران صعيب معروف ديال تيزي وزو تيران صعيب الجمهور قريب للاعبين ولكن انا ما سي بدو لعب في الرجاء شنو دار تمام؟ الرجاء لعبات معاهم كوبا عرب في الكاس محمد السادس كنظن بان لا كانت لا كونسونطراسيون والبوبليك ما عندهم ما يدير لكن بالعكس انا ناخذ كيشجع ما غاديش يهبط وكتفلك رجليك حنا لعبنا الكره المدربين هادشي اللي كيقول لك الجمهور نساه حنا لعبنا ضد الرجاء
مع الجنيور في ليفيدريدو كانوا 90000 ضد الكودين، ولعبنا كيشنو كيقول لنا المدرب ما غاديش يجيوك تفلك رجليك، اللعب خليه هو كيشجع ما غاديش يهبط عندك، انت لعب الكره حداك لادفيرسير انت 11 وهما 11 ونلعبوا الكره وما نرجعوش اللور. اكبر خطا هي اللي نلعبوا حنا، نلعبوا الكره ديالنا والاوبوزيون اللعب ديالنا، حنا اللعب ديالنا اللي نفرضوه اللي نفرضوه عليهم، لحقاش حنا احسن منهم تكتيكيا واحسن منهم تقنيا. وغيت واحد السؤال للاستعمار اللي كنحترمو بزاف وحتن السي خربوش بالنسبه للرجاء، الا ما كانش عندها الا ما كانش عندها تسعود باش غادي نلعبوا تم رحيمي، اشنو النظر ديالهم يكنديروا نظومه كتسعود ايه فكره نظومه يمكن تلاحظ السي خربوش الاستعمار ونضروم يجاوبوني زعما لا كيكون شي ماتش اللي مبلوكي بزاف ولا شي حاجه شكون اللي كيضربوكي لينا في الدقيقه 90 ولا 80 اللي كيدخل غير 10 دقائق راه شحال من مره صوبنا نقوم كعزاز عليه ذاك الكرات الشياطين والكرات اللي كيكونوا في الهواء يعطوني النظريه ديالهم في نقومه كتسعود منين ما يكونش عندنا الحل ما يكونش عندنا لا احسن لا كوياطي. انا غنهضر معك السي بداوي ديجا كنظن انايا الشامبيون باقا ما بداتش في الجزائر، هذا عامل اللي خاصه تعرفوا الفريق ديال الجيش الملكي غتلعب مع فريق لي مونك كومبيتيسيون، هذه اول حاجه كنظن. وثاني حاجه كنظن باقي ما سمحوش للبيبليك انه يدخل حتى هو، هذا عامل. انا كنقول لك هذا الفرضيات اللي عندي انا سي عزيز قبلاوي خصو يقول لنا شنو كاين. عاد الفريق اللي قلت لك البطوله في الجزائر باقا ما بداتش، حنا عندنا لافونتاج لان حنا لاعبين مقابلات في الماتش ديال المنتخب ديالهم كان حضور جماهيري. انا كنبسط الفرق باقي ما كاينش وما نعرف عاوتاني حتى المشاكل في خربوش عندهم بزاف ديال المشاكل، هذه واحد ثلاثه الاسابيع كان عندهم بزاف ديال المشاكل. انا اللي مخوفني شويه من الجيش الملكي هو ان اغلبيه اللاعبين ما عندهمش تجربه قاريه، الا خديتي لي التشكيله اللي كتلعب ديال الفريق الجيش الملكي، الكرد كان مع فريق نادي البركان ولكن ما عمره ما خدم مباراه قاريه، المهم عنده شويه تجربه في لا ديفونس لا ترخات لا بورغيس لا مفيد لا جيراري، عمره ما لعبوا في شي تجربه قاريه من غير هذا الموسم هذا في ميليو تيرا لا حريمات لا مجاهد. فاتي كان مع بركان في واحد الفتره في لاتاك الشيبي المهم عنده تجربه، اريانا المهاجم اللي كان كيلعب في كوتون سبور بيان سور عنده تجربه قاريه، والخلوي من لاعبين الشباب هادو فين تخاف من مثل هذه المباريات؟ سي عزيز الى 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 لعبنا منين غادي نلعبوا حنا في الرباط وكنا الى غلبناهم بواحد هدفين واحد لكار ديال هدفين ولا ثلاثه الاهداف شي اللاعب منين غادي يمشي للجزائر. هذا دابا رجعتي للهضره ديالنا بان هنا في الماتش ديال لالي خصك تحقق نتيجه ايجابيه. التجربه كنهضر لك عن التجربه، بنادم اللي ما عنديش التجربه اين فوا الى دازت غير 10 دقائق ولا ربع ساعه الاولانيه كي كيكون داك لوتخاك نتاع اللاعب اللي عاد كيكون ما عندوش التجربه غير كدوز ربع ساعه صافي راه كيتطلق مع المقابله. كيتطلق مع المقابله. ونبغي هذا السؤال اللي سولتك السي عزيز يجاوبني على السي خربوش وسيدي عمارة بالنسبه لنقومة كتسعود. إلا ما كانش أحد هذاك أنا بغيت تقول لي علاش قلتي نقومة تسعود؟ لأن شفنا المقابلة الأخيرة اللي مارك هذاك البيت بالراس زعما نعتمدوا عليه في لي بالاري. لا. مشى سي بداوي من اسبانيا. انا نقوم اول مره شفته مع فيتا كلوب كانت لعبه مع فريق نهضه بركانيه كيلعب ميلي اوفونسيف 10 وكان لاعب اللي دار ماتشات كبار. ابري جا الرجاء كنشوفو كيلعبوا بعض المرات كيلعبوا ميليو ديفونسيف او رولاير، لاعب اللي تي ماركي لاعب القامه ديالو تي ماركي بالراس تي ماركي بليتير، واش يكون خيار من الخيارات ما نعرف، عمر ما شفنا الشابي دارها كيعتمد عليه رسمي، ولكن هذا ماتش غادي نشوفوا الخيارات اللي غتكون فيه. عبد الواحد من فاس، سي عبد الواحد اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. خويا تحيه لك وتحيه للطاقم التقني ديال راديو ماتش والسي حموده والسي عماره. شكرا اخويا عبد الواحد، مرحبا. تفضل. عرفت خويا بغيت نسولك على حساب دابا قلتي اللائحه الافريقيه ديال الرجاء ياك. نعم. واش اللائحه الافريقيه غير في الماتش هذا ويمكن تغير دور المجموعات؟ بيان سور هذا الماتش الي روتور اللي غادي يكون فيه هذه اللائحه اللي تعطات قبل من 15 اوت، الى تكاليفيتي لدور المجموعات عندك الحق انك تزيد لاعبين جداد سواء اللي جبتيهم مورا هذيك لادات او اللي غتجيبهم في الميركاتو الجاي. واخا على حسب اللائحه اللي قلتي عندها ما راه ناقصه بزاف يعني خصها بزاف لاعبين فهمتي؟ نعم. وكنتمنى سي لا سي لا بغاو يلعبوا بهذيك اللائحه هذا خصهم خطه ديال الاستعمار ديال الرابوت. شكرا لك اخويا. شكرا.
بواحد اللي كان معنا مدينة فاس. غادي ناخدو سي محمد من بني ملال. سي محمد أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عادل. الحمد لله سي محمد تفضل كنسمعوك. كنسلم عليك وكنسلم على حمودة خروش الراجوي ديالنا. مرحبا. والأخ أو نقولوا الأب سعد بن عمار. أحسن حاجة. تبارك الله عليك أستاذ. آه خويا أنا بغيت نهضر شوية على الراجا. تفضل هضر على الماتش ديال النهار الأحد. نعم. وأخويا مشكل كبير عندنا في الهجوم. آه كيبان لي أنا كان عندنا الأمل الأحداد هو دابا ما كاينش. صراحة ما عرفتش شكون غادي يلعب راس حربة. هو هذا الإشكال اللي كنتكلموا عليه كان تطرح في النهائي ديال البطولة العربية. غير هو في النهائي كان فيه رحيمي. سفيان كان باقي. نعم. دابا راه نفس التشكيله حيد منها سفيان الرحيمي. واش الهبطي واش الحسين الرحيمي شكون اللي ممكن انه يعوض الغياب ديال احداد ولا ديال كوياطي اللي توا كيكون رومبلاسو؟ انا كيبان لي رحيمي مازال عليه الحال بزاف باش يكون مهاجم الرسمي ديال الرجاء. وكنشوفوا اخي عزيز الاهلي كتجيب النجوم من الدوري الانجليزي وحنا مازال ما عندناش حتى جناح اللي يكون في المستوى ديال الرجاء. واش بغيتي يجيبوا اللاعب اكثر من القيمه داكشي اللي عندهم يمشي عاوتاني وخويا حنا فاش دينا كاس العرب قلنا صافي غادي نجيبوا مهاجمين صعب ليا مازال ما كاينش داكشي اللي ما كنظنش ان الرجاء غادي تقدر تنافس على تشامبيونز ليغ اذا قدرنا ننافسوا على البطوله راه مزيان. انت بنتي ليا متشائم اخويا سي محمد. لا ماشي انا ماشي متشائم انا ما كنظنش يديو كاس العالم الانديه. خاصك دير لا تشامبيونز ليغ باش تمشي لكاس العالم الانديه. راه الشيء اللي قلت لك انا عندنا المهاجم شويه اما الميليو كان بان لي احسن ميليو كاين في الدوري المغربي كامل هو اللي عند الراجل. كاين خيارات كثيره عنده في الميليو تيرا لدرجه ان لاعبين كاع ما كيتكونفوكاو كاع. كاين خيارات وما عرفتش انا علاش جابوا ذاك سامي هاين وعندنا بو الهرود مكازي كاع هذوك ما كيلعبوش وكيزيدوا في الميليو الهجوم واحد. بولهرود وكذلك مكعاصي لاعبين مكعاصي كان عنده عروض باش يمشي ولكن تمسك به المدرب وفي الاخر ما كيلعبوش ما عرفناش كان بغى يمشي يمكن للجيش ياك اخي كان غادي يمشي للجيش كان مطلوب من المدرب ديال الفريق الجيش الملكي ما سمحوش ليه باش يغادر في الاخر كنشوفو ما تكونفوكا حتى شي ماتش ملعب. ايوا نتمنوا لهم الخير ان شاء الله لا هما للوداد اللي كيبان لي عنده الماتش قاسي هو الجيش قضيه صعيبه الجيش قضيه صعيبه عنده كما قلنا ولكن ماشي مستحيله غادي نتسناو نشوفوا الماتش ديال الاهلي باش نعرفوا النيفو ديال كل فريق الشيء اللي غنتكلموا فيه يعني انا كنتكلموا على الفرق اللي غنواجهوها كسميات ولكن النيفو ديالهم الحالي غنكتشفوه حتى نلعبوا المباريات. اللي علينا هو نقول لك نتمنوا لهم التوفيق ما فهمتيني ما بقى ما يتقال عندنا بالنسبه صراحه مقابله اللي قلت لك مهمه ماتش كاليفيكاتيف كتعرف بان خصك تخرج للبر الامان فيه الدور ديال المدرب هو هنا نورمالمون لان هو اللي هذه المده ديال التوقيف ديال الشامبيونه هو اللي كان مع اللاعبين هو اللي كيعرف اللاعب جاهز كيقدر كل نهار يقدر يجرب شي واحد لان عارف لو مونك فين عنده بالنسبه للبيبليك كيتسنى المقابله ديال اللي جايه باش يتفرج وكنظن كنشوف جميع الجماهير ماشي شغلها انا بالنسبه لي انا غندخل بحال الناس غنتفرج انت وطن كونترينير انتوما كونترينير لاعبين خاصني نشوف مقابله اللي واخا ما تكونش فيها كاع الاداء ولكن خاصني نخرج بلا كاليفيكاسيون عاد نفكر في حوايج اخرى من بعد. نذكروا بان في كاس الكونفدراليه الافريقيه ماشي هذا هو الدور اللي غيكاليفيك لدور المجموعات غادي تربح وغتسنى الفرق اللي غيتقساو من العصبه غادي تواجه واحد فيهم عاد ممكن تمشي لدور المجموعات والفرق ديال الشامبيونز ليغ عندهم ماتش حاسم الي روتشور لا ربحتي غادي تمشي لدور المجموعات الا خسرتي غتنجل تلعب البراج باش تمشي لدور المجموعات ديال كاس الكونفدراليه الافريقيه وكنظن ان غير مقبول هذا العام نشوفوا لا الرجاء لا الوداد في كاس الكونفدراليه الافريقيه بغيناهم نشوفهم دور المجموعات وبغيناهم يمشيو بعيد في هذه المنافسه هذه بركان والجيش نتمنوا لهم حظ موفق حتى هما في كاس الكونفدراليه الافريقيه. مازال غادي نرجع معكم على هذه المباريات وغادي نتكلموا على المباريات ديال البطوله لان نهايه الاسبوع غتستأنف البطوله من جديد غتكون الجوله 6 من دور من البطوله الاحترافيه غيكون فيها خمسات المواجهات اللي ملعوبه بسبب تاجيل ثلاثه ديال المواجهات اللي فيها فرق وطنيه عندها منافسات قاريه. شكرا سي عز الدين عماره تبارك الله عليكم. شكرا حموده شكرا عبد الصمد خادير وكذلك عبد القادر اللي كان في اللايف ديال الفيسبوك هذا عز قبلاوي كيحييكم الى اللقاء.
ديال مارس. لولا ماد مارس مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. ام دي جي اس نربحوا الرياضة. تران وكاين البراق كاين الكلاس وكاين الهاي كلاس كاين الوقود وكاين وين بروتكت بلس ديال وينكسو اللي هادي مده وانتم كتشوفوا الفعاليه ديالو وكما العاده وين بروتكت بلس بنفس ثمن الوقود العادي عكس جميع الشركات لان عند وينكسو كل مغربيه ومغربي عندهم الحق في الجوده العاليه وبالرخاء وين بروتكت بلس كيحمي الموتور حمايه شامله وكيعطي فعاليه فائقه لا مقارنه مع الديزل اللي كيكون زيد في الثمن اللي كيتسمى الاكسترا والتوب تكنولوجيا وداكشي بلا ما نزيدو في الكلام مع وين بروتكت بلس راك غتلاحظ الفرق بنفسك من الاستعمال الاول ملي وينكسو كتبتكر هذاك نيفو اخر وينكسو شركه مغربيه بالجوده والرخاء تهلا فيكم.